خلينا نروح لأخبار المحافظات ونبدأ بأسوان اللي تم الانتهاء من 28 مشروع تنموي فيها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في القليوبية تم تنفيذ مشروعات صحية في طوخ وبنها بتكلفة بلغت 652 مليون جنيه. كمان في سوهاج تم افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم، وفي الفيوم بيتم تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق في إطسا ويوسف الصديق ضمن حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم الانتهاء من 28 مشروع بنسبة 100% ضمن مبادرة حياة كريمة، منها مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 10 مدارس واثنين مركز شباب واثنين وحدة لطب الأسرة واثنين وحدة للإسعاف. ده بالإضافة لمشروعات تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 4 كباري عليها، ومشروعات إنشاء عدد من مكاتب البريد وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب. في البحيرة بدأت أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة 11.648 طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام، واللي بتبلغ 290,089 فدان. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق خارجية وداخلية تخدم أهالي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، منها 5 طرق بقرى إطسا و5 طرق بقرى يوسف الصديق. في القليوبية بتشهد المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحة بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل ل 652 مليون جنيه، وبيتم العمل على تسريع إنهاء تلك المشروعات في مدتها المقررة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مساحة 493,900 متر مسطح بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون و100 ألف جنيه، وده خلال الفترة من 2019 حتى 2024 ضمن خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المحافظة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين. في كفر الشيخ بيتم العمل على إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق الرئيسية والفرعية بمدينة بلطيم، وده في إطار جهود تحسين البنية التحتية ومواجهة مشكلة تراكم مياه الأمطار وربط الصفايات الجديدة بشبكة الصرف الصحي وتركيب أغطية جديدة للمطابق. في سوهاج افتتحت المحافظة المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم بعد الانتهاء من إنشاؤه على مساحة 900 متر بتكلفة 17 مليون جنيه، وده في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.